يلا بسم الله. النهارده ويمكن المره الجايه كمان هنتكلم على الاناتومي. انا هحاول ما تقلش عليك النهارده عشان عايزك بس ايه تحب الكورس كده في الاول، اخدعك يعني. انا صريح اهو معاك لاقصى درجه، هحاول اخدعك النهارده احببك في الكورس، وبعد كده اكرهك فيا وفي عيشتك واكرهك في كل حاجه ليها علاقه بالالترا ساوند. فاستحملي النهارده انك تحس ان الكلام خفيف وان الدنيا بسيطه وان احنا بنبدا مع بعض ايه كلام بسيط. ما تخافش، قريبا هكرهك في نفسك، قريبا هكرهك في نفسك، ما تزعلش مني. يلا بسم الله. هنبدأ بأسئلة. ربنا يكرمك يا دكتور نور، ربنا يكرمك يا رب. هنبدأ بأسئلة. ايه رأيك في الاستراكشر ده؟ ما هذا الاستراكشر؟ تسميه ايه؟ في استراكشر ابيض كده، ايه رأيك الاستراكشر ده اسمه ايه؟ يلا هنبدأ بأسئلة. حد عنده تصور الاستراكشر الابيض ده ايه؟ خليني امشي معاك واحده واحده. دي الجول بلادر، وده البورتال فين، ودي الرايت كيدني، وده الليفر. في ستراكشر ابيض اهو. حد عارف الستراكشر الابيض ده ايه؟ ليجامنت تيرز. ليجامنت تيرز ده فرام. ليجامنت تيرز ماشي. ليجامنت فينوزم. اوكي، حد عنده تصور تاني؟ تيرز وفينوزم، ليجامنت فينوزم تيرز. اوكي، مين لوبر فيشر، تيرز. طيب حلو، يبقى اول معلومه عندنا في المحاضره. خلي بالك احنا هنتكلم عن اناتومي بس النهارده، مش هنتكلم عن اي باثولوجي. اول معلومه، حوالي 3 4 جاوبوها صح، وحوالي تقريبا 30 واحد جاوبوها غلط. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم اناتومي، احنا ما ايه مش احناش اي بصبش، احنا لسه بنقول اناتومي. فاول معلومه كده، في حوالي 30 واحد مش عارفينها غير الناس اللي ايه اللي ما جاوبتش. انا مش بتنطط عليك يعني، برضه عشان ما تفهمش ان انا بحط الاسئله كده عشان اتنطط عليك مثلا او حاجه. انا بقول لك احنا هنوصل لفين، طيب خلينا نمشي واحده واحده مع بعض. برضه لو قلت لك ان ده ليفر، وده اي في سي، وده هيباتيك فين، احنا هنا سيجمنت كام؟ سيجمنت كام في الليفر؟ سيجمنت 3 8 8 2 حد 8 2 8 8 4 ايه 8 8 4 1 2 3 1 2 3 يعني مره واحده كده دكتوره مياده انت قالت لك هم 8 سيجمنت، انا هقول 4 منهم عشان بس كله يبقى عارف من دلوقتي ان انا هدب له 4، فيعني اكيد هتطلع واحده منهم. طيب ماشي حلو. السؤال الثاني نسبه الغلط فيه 100%، ما شاء الله. حلو ما شاء الله، يبقى احنا كده عندنا سؤالين الحمد لله نسبه الغلط فيهم 100%. طيب خلينا نسأل السؤال الثالث. احنا كل ده بنتكلم اناتومي، كل ده لسه ما دخلناش في باثولوجي ولا اي حاجه، احنا بنتكلم بس اناتومي. انت حضرتك راجل شغال سونار بقالك سنه، بقالك سنتين، بقالك ثلاثه، فانت اكيد عارف اناتومي صح، ده اناتومي، ما بكلمكش في باثولوجي يعني. طيب خلاص خلينا نخش على واحده ثانيه. السيجمنت دي اسمها ايه؟ احنا فين هنا؟ ده الاي في سي، وده هيباتيك فين. السيجمنت دي اسمها ايه؟ اللي عليها العلامه 5 6 8 7. اوكي 5 6 8 7 4 8 8 8 5 ماشي. في نسبة إجابات صح مش قليلة في الموضوع ده. ماشي، الإجابات الصح طبعا، أنا مش هقول الإجابات الصح دلوقتي، مش هقول الإجابات الصح بتاعت الأسئلة دي دلوقتي. أنا هقول لك في آخر محاضرة، هوريك إن أنت اللي هتجاوبها بكل سهولة. طيب السيجمنت دي اسمها إيه؟
السيجمنت دي اسمها ايه؟ كوريت كوريت، ماشي ممتاز. دي إجابة، إجابة إلى حد ما، دي إجابة إلى حد ما كلنا جاوبناها كويس. طيب يلا بسم الله، بص كده ركز معايا، أنا كده واقف في الميد لاين بتاعة الأبدوين، أنا كده واقف في الميد لاين بتاعة الأبدوين، ده السباين، ده السباين أو اف تي اس، ده السباين أورطة أي في سي ليفر، الليفر الكبسول بتاعه أهو، في ستراكشر هنا اللي هو ارسمه بالاحمر ده، حد عارف ايه ده؟ حد عارف ايه ده؟ حد عارف ايه ده؟ بنكرياس، بورتا هيباتس ليمف نود، تمام، سبلينك ليمف نود. حد عارف ايه الاستراكشر الاحمر ده؟ بنكرياس، كوديت، ديودينم، طيب ريدلز لوب، ممتاز. طيب جيت عملت البروب ال اس، جيت عملت البروب ال اس، لقيت الليفر اهو الاحمر ده، والاستراكشر ده، الاستراكشر اللي احنا كنا شايفينه ده طلع واصل بجزء من الليفر. حد عارف ايه ده؟ طلع واصل بجزء من الليفر، حد عارف ايه ده؟ ده حاجة اسمها، ماشي، خلينا دلوقتي هنقول الكلام ده كله في الآخر. طيب الليفر ده، ادي الليفر اهو، ادي الليفر اهو، ده الليفر في ستراكشر ابيض اهو، ادي الليفر في نفس الاستراكشر الابيض ده، ايه الاستراكشر الابيض اللي موجود هنا ده في ال اس وفي التي اس؟ حد عارف ايه الاستراكشر الابيض ده؟ حد عارف ايه الاستراكشر ده؟ ده ليجامنتم تيرز ولا فالس فورم ولا ايه؟ ماشي، ولا هيمنجيوما؟ ماشي، العيان ده عنده اسايتس، اسايتس ده يعني فلويد في الابدوين، اسايتس يعني فلويد في الابدوين، وادي الليفر، كل ده ما تخافش، كل ده هنشرحه، كل ده هنشرحه، مالكش دعوه، وادي الليفر اللي هو الابيض ده، في حاجه ستراكشر هنا، حد عارف ايه ده؟ في ستراكشر لونه ابيض هنا، حد عارف ايه ده؟ احنا كل ده في الاناتومي، احنا كل ده في الاناتومي، في ستراكشر ابيض، انا بتكلم على الاستراكشر، بلاش هرسمه بالاحمر اهو، الاستراكشر الاحمر ده اللي اترسم بالاحمر ده، ايه ده؟ حد عارف ايه ده؟ دايفراماتيك ليجامنت، دايفرام، موريسون باوتش، لا انا ما بتكلمش على الفلويد فين، انا بتكلم على الاستراكشر الاحمر ده ايه؟ ده رجماتيك سليب، مش طيب، بسم الله بسم الله، يلا يا شباب يلا، احنا كل ده احنا كده اتكلمنا، طيب احنا كده يا شباب اتكلمنا تقريبا في ست سبع اسئله، حد جاوب السبعه صح؟ حد جاوب السبعه صح؟ احنا اتكلمنا تقريبا في سبع اسئله او حاجه او ست اسئله، حد جاوب السبعه صح؟ حد جاوب صح؟ حد جاوب السبعه صح؟ حد جاوب السبعه صح؟ طيب ما شاء الله ما شاء الله، دي حاجه مبشره، دي طبعا حاجه بتدفعك للانتحار قريبا، ماشي، احنا بنتكلم في ايه؟ ماشي ماشي، عشان احنا كده كل ده بنتكلم في اناتومي،
احنا بنتكلم في اناتومي لسه ما اتكلمناش في اي حاجه. طيب ما شاء الله. طيب نصلي على النبي بقى، نصلي على النبي ونبدا محاضرتنا، نصلي على النبي ونبدا محاضرتنا. بصوا يا جماعه، يعني والله يعني اخر مره طبعا هتكلم في القصه دي، وان شاء الله مش هنتكلم فيها تاني. احنا دلوقتي 152 واحد منضمين للمحاضره، يعني ما شاء الله الناس كلها استجابت وغيرت اسمائها، والناس كلها قفلت كاميراتها وكل حاجه، ما عدا واحد اسمه جالاكسي نوت. نفسي اعرف مين هو، نفسي اعرف مين جالاكسي نوت. يعني احنا يا جماعه 153 واحد في المحاضره ما عدا جالاكسي نوت، مين هو؟ يا ريت يقول نفسه، يا ريت يعرفنا نفسه. طيب يلا بقى، بصوا بقى، بص يا شباب، اول واحد تعالوا نحكي كده، اول واحد جه فتح بطن العيان لقى ايه؟ بصوا بقى عشان هيعجبكم الفيديو ده، الفيديو ده انا اللي عامله، مش انا اللي عامله كله طبعا، يعني الفيديو ده بس انا يعني اللي مقطع الصور دي من برنامج، يعني اشتريت برنامج كده على النت 3 دي وقطعت الصور دي، فخليك معايا كده ونشوف القصه دي. اول جراح جه مسك مشرط، وفتح بطن عيان لقى المنظر ده كده، شويه امعاء، باول، والليفر متغطي بجزء من الديافرام، وبعدين اللنج هنا، تمام؟ بعدين اللنج هنا. طيب ركز بقى معايا، بص يا سيدي، اول ما فتح الليفر لقى في ديافرام اللي هو الجزء ده، شلناه، هنعمل له ريموف من الصوره. الراجل ده لقى الليفر بعد ما شال الديافرام، مكون من 2 سيجمنت. لقى الليفر مكون من كام؟ من 2 سيجمنت، ادي سيجمنت وادي سيجمنت، وبيفصل بينهما خط ابيض، يبقى ده اول واحد خالص جه فتح الليفر لقى 2 سيجمنت وبقى بينهم خط ابيض. التو سيجمنتس دول اللي هم الليفت لوب والرايت لوب، صح كده؟ والخط الابيض ده اللي هو ليجامنت، سماه ليجامنت. لاحظ كده معايا ان الليجامنت من فوق فتح زي جناحات العصفوره كده، فتح الناحيه دي وفتح الناحيه دي، يبقى الليجامنت اللي قاسم ده فتح من فوق كده ومن كده، وادي الليفت لوب وادي الرايت لوب، والحته دي باول. تعال نبص عليه من ورا، لقينا هنا في البنكرياس، وادي الاسوفجس، وادي الاستومك، ما بين الاستومك والليفر في حاجه هوريها لكم دلوقتي تاني. كل ده احنا عمالين نتفرج على شكل الليفر كمجسم عشان نتخيله، ادي الاستومك، وادي الليفر، وادي الباول. تعال نشيل الباول، شيلنا السمول باول، شيل اللارج باول، ونشيل الميزنتري، ماشي؟ حلو البرنامج ده، هيعجبكم. الناس اللي بتمتحن اناتومي او بتذاكر اناتومي يبقوا يقولوا لي ابقى ابعت لهم البرنامج ده، يقولوا لي هيعجبكم البرنامج ده. تعال نشوف كده من جوه، الليفر لو احنا خليناه ترانسبيرنت شويه، شلنا الليفر نفسه، بص شايف الليجمنت، اللي هو الخط الابيض ده، عامله جناح يمامه. تعال نقول معلومات عنها سريعه كده وبعدين نرجع لها تاني، كل ده هيتراجع لك تاني ما تخافش. بص، الخط الابيض اللي قدام ده اللي كان قاسم الليفر لليفت ورايت لوب اسمه فالسي فورم ليجامنت، اف اف، هيمسك فيه حاجه هتطلع لقدام كده اسمها ليجامنتم تيريز، هوريها لك دلوقتي، ليجامنتم تيريز، وبعدين فاتح بجناحين كده، على الجنبين، دول اسمهم كروناري ليجامنت او تراينجولار ليجامنت، تمام كده؟ يبقى تاني، الليجامنت الاساسي ده اسمه الفالسي فورم، تحته بالتاء تيرز، وبعدين الجناحين بتاعه كوروناري وتريانجولار ليجامنت، ماشي؟ او كوروناري، خليه فوق سي وتحت تي، تمام كده؟
تعالوا نرجع تاني، نرجع الليفر تاني للصوره. يبقى ده اول دكتور قسم ليفت ورايت لوب، شلنا الاستومك من الصوره. الاستومك كان بينها وبين الليفر حته بتاع دهنه كده، هوريها لك دلوقتي. حته دهنه كده اهي، دي اسمها الميزنتري او سوري او الليسر اومنتم، هنشيلها دلوقتي كمان هي كمان. وادي جزء من الديودينم، وادي جزء من الديودينم، شيلنا الليسر اومنتم. بص كده نايم في بطن، في بطن الليفر نايم حاجه لونها اخضر. حد عارف ايه دي؟ حد عارف ايه دي اللي لونها اخضر دي؟ ممتاز، دي الجول بلادر، صح كده؟ دي الجول بلادر اللي ليها حاجه اسمها بيلياري سيستم متفرعه. البيلياري سيستم دي بتيجي من الليفت والرايت لوب، تعمل لي حاجه اسمها كومن هيباتيك دكت. كومن هيباتيك دكت اللي بتتحد مع السيستيك دكت اللي جايه من الجول بلادر. الجول بلادر دي عامله زي مخزن. الجول بلادر دي عامله زي مخزن، مخزن بيترسب فيه البايل، مخزن بيترسب فيه البايل، بنطلعه ونرميه في الكومن بايل دكت في وقت معين. بعد ما ناكل الجول بلادر بتفضي العصاره بتاعتها في البايل دكت اللي بيتحد مع البنكرياتيك دكت اللي جاي من البنكرياس اللي بيتصبوا في الديودينم. مفهوم كده؟ يبقى الجول بلادر دي مخزن، الجول بلادر دي مخزن، مخزن بياخد البيليري سيستم من الليفر يخزنه فيه، بعدين عن طريق ادي الكومن بايل دكت والكومن هيباتيك دكت يتحدوا مع بعض، يتحدوا مع بعض، يتحدوا مع البنكرياتيك دكت عشان يصبوا عصارتهم كلها في الديودينم اللي هو ده. تمام؟ تمام؟ كل ده موجود حوالين الليفر. كل ده موجود حوالين الليفر. يبقى ده أول واحد فتح الليفر لقى كام لوب؟ خليك بقى معايا، أول واحد فتح الليفر لقى كام لوب؟ ركز معايا الله يكرمك. أول واحد فتح الليفر لقى كام لوب؟ لقى اتنين، تمام كده؟ طيب مين اللي بيفصل بين الاتنين؟ مين اللي بيفصل بين التو لوبس؟ مين اللي بيفصل بين التو لوبس؟ الفالسي فورم ليجامنت. بعضكم هيقول لي المعلومه دي خاطئه، استنى واصبر عليا شويه، ما تستعجلش. بعضكم هيقول لي المعلومه دي خاطئه، هقول له استنى ما تستعجلش دلوقتي. طيب. فجاء قال لك خلاص يبقى الفالسي فورم ليجامنت. طيب. الفالسي فورم ليجامنت ده يا شباب ماسك فيه من تحت ليجامنت تاني في نفس الليفل بتاعه، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ماسك ليفر تاني، ليجامنت تاني، اسمه ليجامنت ايه؟ ليجامنت تيريز. واحنا حفظنا كلنا ان تيريز يعني، ان تيريز يعني تحت، تيريز يعني تحت. تمام. وادي الفالسي فورم، ودول اللي فوق دول اسمهم ايه؟ اللي فوق دول اسمهم ايه؟ الكورونريز ليجمنت، الكورونري ليجمنت. طيب حلو، اوت ترانجولر، ماشي حلو. جه ده اول واحد قال لك يبقى الليفر من اتنين لوب، ادي البنكرياس هنشيله. جه لك طب تعالى كده نبص على الليفر من ورا، تعالى نبص الليفر من ورا. لقوا ان في للليفر من ورا ليجمنت او سيجمنت ثانيه لوحدها، سيجمنت ثانيه لوحدها، سيجمنت ملهاش دعوه بالليفت ولا بالرايت. سيجمنت تانيه لوحدها ديل، لقوا في ديل من ورا. والديل، الديل اللي لقوه من ورا ده قالوا له هنديله اسم، هو سيجمنت صغيره شويه، فقالوا هنسميها الديل او الكوديت لوب. يبقى هنسميها الديل او الكوديت لوب، حلو كده؟ طيب يبقى دلوقتي وصلنا ان الليفر بقى كام سيجمنت؟ دلوقتي الليفر بقى كام سيجمنت؟ ثلاثة، اثنين من قدام وواحد من ورا اسمه الايه؟ واحد من ورا اسمه الكوديت. طيب حلو. لقوا ان الكوديت ده، الكوديت ده بيقع بين جروف بتاع الاي في سي. الاي في سي بيمشي هنا، اسمه لك بالازرق عشان انت متعود عليه بالازرق. الاي في سي بيمشي هنا ماشي،
اللي فاتح كاميرا يا شباب يقفلها، اللي فاتح كاميرا يقفلها بعد إذنكم، بعد إذنكم من يفتح كاميرا يقفلها. ماشي، ليجامنت الاي في سي من هنا، ولقوا فيشر تاني من هنا اسمه ليجامنتم فينوزم، عشان كده حطوا لنا قاعده لازم تحفظها من دلوقتي، هقولها لك كتير اثناء المحاضره، في قاعده لازم تعرفها من دلوقتي وهقولها لك كتير اثناء المحاضره. ان الكوديت، احفظ بقى القاعده دي، الكوديت بحرف السي، الكوديت بحرف السي بيقع بين الاي في سي والليجامنتم فينوزم، يبقى لما اقول لك الفي والفي تقول لي ما بينهم سي، الفي والفي ما بينهم سي، تمام؟ طيب يبقى تاني، يبقى اول جراح جه مسك مشرط وقام هبه فتح بطن عيان شقها زي البطيخه كده، لقى ان بطن العيان دي مكونه من رايت لوب وليفت لوب وبينهم ليجامنت، اللي احنا سميناه ايه يا شباب؟ سمينا ده ايه بحرف الايه؟ قول الحرف بس، ما تقولش الكلمه كلها، قول الحرف بس. فالتي فورم ليجامنت، اللي ماسك فيه من تحت، ماسك فيه من تحت واحد هيروح لغايه الامبليكس، واحد هيروح لغايه الامبليكس اسمه تيرس، يبقى تيرس هيروح لغايه الامبليكس فالتي فورم وهيتقسم لفوق لتو. طيب ممتاز، والراجل ده اتبسط جدا والناس اتبسطت منه جدا وقالوا له شكرا ان انت شقيت بطن العيان. طبعا بعد ما شق بطن العيان العيان مات، بعد ما شق بطن العيان العيان مات، قالوا له في داهيه، في داهيه العيان. المهم انت ايه؟ انت اتبسطت وخدت جايزه نوبل في ان انت عرفت لنا تقسيمه اللي مش مشكله العيان، المشكله الفكره في الجايزه، تمام كده؟ طيب يبقى تاني وتالت ورابع، معلش هحفظك، احفظك لغايه ما تزهق، احفظك لغايه ما تزهق، معلش. ادي الليفت لوب وادي الرايت لوب، والشراع ده، الشراع ده، الشراع ده الابيض ده اسمه الفالسي فورم ليجامنت، ماسك فيه الديل الاحمر ده اسمه تيرز، متفرع الاثنين الزرق دول اللي اسمهم الكوروناري ليجامنت. قالوا له والله العظيم انت راجل زي الفل ونشكرك شكرا جزيلا. قالوا له بس اوعى تنسى، اوعى تنسى ان الليفر مش اتنين سيجمنت، الليفر كام سيجمنت يا شباب؟ الليفر اكوردنج للراجل ده كام سيجمنت؟ ثلاثة، ثلاثة، في ديل ورا عندنا في حتة سيجمنت صغيرة لوحدها منفردة اسمها كوديت بحرف السي، تقع بين حرفين ايه هما؟ تقع بين حرفين ايه هما؟ في، في وفي، عشان كده هتلاقي في الكتب، طبعا الصور دي انا جايبها لك من النت، الصور دي اكيد مش انا اللي مصورها، ليجامنتم فينوزم تلاقي مكتوب فيشر اوف ليجامنتم فينوزم بحرف الفي، وجروف فور اي في سي بحرف الفي، يبقى السي والسي ما بينهم في. الكلام ده فضل مفروض الناس كلها فرحانه فيه والناس كلها مقتنعه بيه والناس كلها مبسوطه بيه. اه نصيحه كمان نسيت اقول لكم عليها، استاذنكم محدش يسال على اي حاجه، محدش يسال على اي حاجه لحد ما نوصل لايه، محدش يسال على اي حاجه لحد ما ايه ان شاء الله باذن الله اقول لكم في فقره للاسئله عشان ما اعطلش الناس. بس المهم الكلام ده فضل منتشر في العالم كله والناس كلها مبسوطه بيه والناس كلها فرحانه بيه لحد ما جاء واحد اسمه كينو او كوني اكوردنج، هو فرنساوي عشان احنا بس بننطقها كوناد، هي مش كوناد، ماشي، هي مش كوناد، هي هو كينو او كيني، ما اعرفش اكوردنج للنطق الفرنساوي بتاعه، كوني، كوني زي ابو كوني كده بتاع بتاع ساحل العاج، ماشي كوني، ماشي. لحد ما جه عم كوني ده، لحد ما جه عم كوني ده اما قال لك، بقول لك ايه، الكلام ده كلام فاضي، والتقسيمه للعم الحاج الاولاني الراجل الجزار اللي عملها لكم ده، اللي قاعد يقول لكم انا فتحت بطن عيان كده، ده راجل، ده راجل بيشوف بعينه بس، بيتخدع بالمظاهر، بيشوف الحاجه بالمظاهر ويقول لك عليها، ده شايف حاجات من بره وحاجات، شايف شويه ليجامنت وبتاع وقسم الليفر، وياما ناس اتخدعت في المظاهر، صح ولا لا؟ ياما اتخدعنا في المظاهر كلنا. قال لك لا، بص بقى،
الليفر ده مكون من مكعبات جنب بعض. الليفر ده مكون من مكعبات جنب بعض، كل مكعب فيهم، كل مكعب فيهم له، كل مكعب فيهم له بلاد سبلاي خاص بيه. يعني بص، المكعب مثلا رقم 6 ده هتلاقي جاي له بلاد سبلاي من هنا وبلاد سبلاي من هنا. طيب هو ليه اصلا زي ما الدكتوره رحاب ما بتسال، الدكتوره رحاب ربنا يكرمها اكيد بتطبخ، اكيد بتطبخ يا دكتوره رحاب. لما بنيجي نعمل للعيال كبده في البيت بنشوح كبده، صح؟ شويه شويه كبده العيال ياكلوا وخلاص، مش هنقعد نقسمها بقى نقول له دي الحته اليمين وده الفص الشمال، وانت هي لا كبد لا قوانص والموضوع خلص، صح كده؟ ليه بقى الناس اهتمت منذ بدء الخليقه من اول جزار ان هما قسموا الليفر لرايت وليفت لوب؟ ليه الناس قسمت لرايت وليفت لوب وسيجمنت ورا وكوديت لوب؟ ليه الناس عملت كده؟ قال لك لا والله ده احنا عندنا وجهه نظر. ايه هي؟ مثلا افترض ان العيان ده عنده فوكال ليجن هنا، فوكال ليجن هنا، عنده اي باثولوجي هنا، مش لو انا قفلت البلاد سبلاي اللي جاي له من هنا ومن هنا وشلت الحته دي اخلي العيان يعيش ببقيه الليفر كويس، صح ولا لا؟ الاول خالص كانوا بيعملوا ايه؟ عيان عنده ليفر، عيان عنده ليجن في الليفر، افترض ان عيان عنده ليجن في الليفر هنا، كان يقول لك طب نشيل الحته دي كلها نرميها ونخلي له السيجمنت دي، صح؟ زمان كانوا بيفكروا كده لحد ما جه عم كونيه ده وقال لهم ايه؟ قال لهم لا، الكلام اللي انتوا بتفكروا فيه ده غلط، ده احنا ممكن لو قفلنا البلاد سبلاي اللي هنا والبلاد سبلاي اللي هنا وخدنا الحته دي كده لوحدها المكعب ده رميناه يبقى كده العيان يعيش ببقيه الليفر بتاعه كويس. فهمت ليه بقى يا رحاب بيعملوا كده؟ فهمت ليه ما بياخدوهاش كلها على بعضها؟ قول لهم طيب يا عم كريم انت شايف ايه؟ قال لهم انا شايف حاجه ان الليفر ده في حاجات بتقسمه بالطول وفي حاجه بتقسمه بالعرض. ركز كده معايا تاني، في حاجات زرقاء كده بتقسمه بالطول وحاجه بتقسمه بالعرض. حد عارف ايه الحاجات الزرقاء اللي بتقسمه بالطول دي؟ ها، حد عارف؟ ممتاز، اللي بيقسمه بالطول ده الهيباتيك فينز. طيب واللي بيقسمه بالعرض عامل زي الساندوتش كده، عارف الساندوتش الكايزر؟ بورتال فين. مش انت لما بتروح تجيب ساندوتش كايزر من عند ماك بتلاقي الساندوتش عامل كده وفي حته اللحمه في النص والعيش من هنا عيش او خبز وهنا خبز، حته لحمه في النص. مين بقى اللحمه اللي في النص دي؟ مين اللي بيقسم بالعرض كده؟ قال ايه؟ البورتال فين. قال لهم انا جعان جدا بصراحه. قال لهم طيب حلو، والله جعان مش بهزر يعني. قال لهم طيب حلو، بص شويه، لو احنا قسمنا مستطيل عندنا كده وقسمنا ثلاثه هيباتيك فين بالطول وبورتال فين بالعرض يبقى عندنا كام سيجمنت؟ عد معايا كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 سيجمنت. قال لهم اذا الليفر مكون من 8 سيجمنت. انا عايز جائزه نوبل بتاعه الراجل الجزار اللي ما عملكمش حاجه ده، انا عملت لكم شغل اعلى من شغل الراجل الجزار ده. انا قسمت لكم الليفر بدل ما قسمته 3 لوب انا قسمته 8 لوب. الجزار يسيبه ياخد منه نوبل؟ الجزار سابهم يعملوا الحفله ويروح ويقول ان هم 8 سيجمنت، وقال له عندي ليك مفاجاه مخليها لك للاخر. ايه هي بقى المفاجاه اللي خليها له للاخر؟ ان في سيجمنت كمان كام رقم كام؟ ان في سيجمنت ورا اسمها الكوديت لوب، صح كده؟ في سيجمنت ورا اسمها الكوديت لوب. قال له يبقى دول مش 8 سيجمنت، دول 9 سيجمنت، واحده من ورا اسمها كوديت والثمانيه بتوع.
تمام؟ ففعلا فعلا الناس كانت هتقتنع بكلام الجزار ده، والناس كلها اقتنعت بكلام الجزار ده. فقام جه عم كوني قال له لا بص بقى اقول لك حاجه، عشان ما زعلكش وعشان انا نسيته، هنخلي الكوديت لوب اللي ورا ده رقم واحد، رقم واحد تمام. وبعدين تعال نقسم الليفر لرايت، ده الرايت هيباتيك فين، ميدل هيباتيك فين، ليفت هيباتيك فين، وده البورتال فين. وتعال نعد بقى، تعال نعد من اول سيجمنت، تعال نعد من اول سيجمنت. قال له يلا تعال نعد، قال له يلا اتنين ونمشي مع عقارب الساعة، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. المفروض السيجمنت دي تبقى رقم كام؟ المفروض السيجمنت دي تبقى رقم كام؟ تبقى رقم تسعة، صح كده؟ تبقى رقم تسعة تمام؟ كوني قال له لا، ما هي واحد خلاص خلصناها اللي هي اللي ورا، واحد خلاص خلصناها اللي هي اللي ورا. كوني قال له زي ما انت كنت شايل لي مفاجأة اللي هو كوديت لوب اللي هو اللي ورا، انا شايل لك مكافأة، انا شايل لك مفاجأة تانية. ايه هي المفاجأة التانية؟ ان سيجمنت اربعة دي فتحة على بعض. يعني ايه فتحة على بعض؟ يعني بص كده، اتنين وتلاتة، اتنين وتلاتة مقسومين بالبورتل، تمانية وخمسة مقسومين بالبورتل، ستة وسبعة مقسومين بالبورتل، أربعة مش مقسوم، أربعة السيجمنت كله فاتح على بعضه، السيجمنت كله فاتح على بعضه. ما تحاولش تحفظ دلوقتي، ما لكش دعوة، ما تحفظش أرقام دلوقتي، أنا هحفظك، هقول لك إمتى تحفظ، تحفظ أنت، أنا عايزك بس تفهم الموضوع والخناقة اللي بين الناس دي عشان نوقع بينهم، نوقع بينهم. فتعال بقى نعد تاني كده. دكتور صفاء الكاميرا عندك كذا مرة قلنا لك عليها، بعد إذنك الكاميرا عندك كذا مرة قلنا لك عليها، خلي بالك منها. طيب نكمل كده شباب، تعالوا نرجع كده بقى ونرجع الموضوع مع بعض، تعالوا نرجع الموضوع مع بعض. بص يا سيدي، السيجمنت اللي ورا اللي هي رقم واحد دي اللي هو الديل، اللي هي مين يا شباب؟ مين رقم واحد اللي هو الديل ده؟ مين ده؟ مين ده؟ الكوديت لوب، صح كده؟ اللي هو رقم واحد اللي قلنا عشان ما يزعلش، عشان هو الديل مش هنزعله، هنديله رقم واحد. وبعدين نبدأ نعد، مين اللي مقسم الليفر بالطول؟ مين اللي مقسم الليفر بالطول؟ مين اللي مقسم الليفر بالطول؟ الهيباتيك فين، الرايت هيباتيك فين، والميدل هيباتيك فين، والليفت هيباتيك فين. ومين اللي مقسم الليفر بالعرض؟ البورتال فين. فلقينا بقى ان عندنا كده بالراحه، ده واحد اتنين، وهنمشي بقى تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه، وبعدين نرجع لاربعه تاني اللي واصل ببعضه. اربعه ده بقى، اربعه ده اللي حد كان بيسال عليه من شويه، ده اللي بيسموه الكوادريت، الكوادريت لوب، الكوادريت لوب تمام. طيب كل ده بقى ما يهمنيش بالنسبة لك لو جيت في السونار، لا بالنسبة لك لو جيت في السونار، قال لك بس أربعة دي عشان ما نتلخبطش، أربعة دي عشان ما نتلخبطش، هنسمي اللي فوق أربعة A واللي تحت أربعة B. طيب يبقى حضرتك في السونار، حضرتك خلي بالك إن عندك سؤالين مختلفين، سؤالين مختلفين، سؤال سونار، سؤال سونار، وسؤال سؤال سونار، وسؤال اناتومي. لو جه سالك في الاناتومي الليفر كام سيجمنت، تقول له كام؟ اناتومي الليفر كام سيجمنت، تقول له كام؟ 8 سيجمنت، 8 سيجمنت. الكوديت، الكوديت، وبعدين مستطيل مكون من 8 مربعات، بس دول فاتحين على بعض، دول فاتحين على بعض تمام كده. يبقى الليفر مكون عندي من 8 سيجمنت. لو قال لك بالالترا ساوند، لو انت عايز تحدد مكان الفوكال ليجن، فوكال ليجن عايز تحدده في كام سيجمنت، عايز تحدده في كام حته، في 8 ولا في 9؟
لو انت عايز تحدد الليجن فين، تحدده في 8 اماكن ولا في 9 اماكن؟ في 9 اماكن. ليه في 9 اماكن؟ عشان عندنا 4 متقسم ل 4 A و4 B. ل 4 A و4 B. تمام كده يا شباب؟ تمام؟ حد مش فاهم أي حاجة لغاية دلوقتي؟ حد مش فاهم أي حاجة لغاية دلوقتي؟ إحنا ما تشغلش بالك بأي حاجة غير اللي شرحناهم، ما تقوليش هنجيبهم إزاي على العيان ومش بعرف أجيبهم، مالكش دعوة بالكلام ده. أنا بسألك على اللي اتشرح. فاهمه؟ اللي اتشرح فاهمه ولا لأ؟ مالكش دعوة هتجيبهم إزاي وهجيبهم إزاي على العيان ونطلعهم إزاي؟ سيبها هقول لك بعد شوية. اللي هي دعوة باللي اتشرح. مفهوم؟ ممتاز. ممتاز. قال لك بقى تعالى ناخد شوية ملاحظات على عمنا كونيدا. أول حاجة إن الهيباتيك فينز لا إحنا مالكش دعوة بفانكشن، أنت ليك دعوة تقسمهم لي أناتومي بس يا دكتور هاني. قسم لي أناتومي بس ومالكش دعوة بأي حاجة. أنت تقسمهم أناتومي ده إيه؟ ده دورك وخلاص. تمام كده؟ بص الهيباتيك فين ماشيه جوه السيجمنت ولا ما بين السيجمنت؟ الهيباتيك فينز ماشيه جوه السيجمنت ولا ما بين السيجمنت؟ بين السيجمنت صح كده. سموها انتر هيباتيك. انتر هيباتيك ماشي. يبقى عشان تفتكرها اللي بتوين بالاي بتوين السيجمنت انتر بالاي هيباتيك. انما البورتال فين لقوه بيتقسم انسايد السيجمنت سموه انترا هيباتيك. يبقى في حاجه عندي اسمها انتر هيباتيك. يبقى ما اجي اقول لك الهيباتيك فينز انتر هيباتيك. البورتال اللي فيه ايه عشان تفتكر؟ البورتال اللي فيه ايه؟ انترا بالاي. البورتال انترا هيباتيك. انما الهيباتيك فينز بالاي انتر بالاي هيباتيك. مفهومه كده يا شباب؟ هوريك هفهمها لك اكتر كمان شويه. بس عشان وانت بتقرا في الكتب تعرف يعني ايه انتر هيباتيك ومين فيهم اللي انتر هيباتيك ومين فيهم اللي انترا هيباتيك. من غير بقى ما تشوف اي حاجه، مين فيهم الانترا هيباتيك حتى لو ما وريتلكش صوره. مين فيهم الانترا اللي فيها ايه؟ البورتال اللي فيها ايه؟ صح كده؟ البورتال اللي فيها ايه؟ ومين فيهم الانتر هيباتيك؟ ده الهيباتيك فينز. طيب لقوا معلومه كمان. كل الهيباتيك فينز انترا هيباتيك مقسومه جوه السيجمنتس بالظبط. ما عدا واحد فقط. ده مين ده؟ ده سموه ليه اسم كده؟ بيسموه umbilical branch of left portal. هفهمه لك دلوقتي بس افتكرها دلوقتي. يبقى انا لما اجي اقول لك في السؤال قول، خلي بالك السؤال ده اسئله امتحانات كمان بخلاف هتفيدنا في الشغل، وهقول لك هتفيدنا بايه كمان شويه. قول بورتال فين ار انترا ولا انتر هيباتيك؟ ها انتر واحد ولا انترا اتنين؟ قول بورتال فين ار واحد ولا اتنين؟ لا اقرا تاني. قول بورتال بالاي. اقرا تاني بورتال بالاي. انا قلت لك البورتال تبقى انترا واحد يا شباب. ركزوا. قول بورتال بالاي والبورتال فين ار انترا بالاي.
أقول تاني، all portal بالA، are intra بالA، خلاص. ما عدا مين؟ لو قلت لك ما عدا واحد بس هتقول لي مين؟ هتقول لي مين؟ هتقول لي مين؟ الـ umbilical branch of left portal vein. كل دي معلومات في الاناتومي، احنا كل ده سرحانين مع الاناتومي بتاع الليفر، كل ده سرحانين مع الاناتومي. النهارده مش هنتكلم غير في الاناتومي، هنفصص الليفر اناتومي بحيث ان حضرتك تبقى فاهم تفاصيل التفاصيل بتاعته، ماشي؟ ركز تاني معانا بقى. طيب مين اللي بيقسم الليفر بالطول؟ قلناهم على طول دول الهيباتيك فينز، الرايت هيباتيك فينز والميدل هيباتيك فينز والليفت هيباتيك فينز. قال لك ماشي، قال لك خد بقى عندك المعلومه دي، الميدل هيباتيك فين، الميدل هيباتيك فين هو اللي بيقسم الليفر لرايت وليفت لوب. الميدل هيباتيك فين هو اللي بيقسم الليفر لرايت وليفت لوب. هو احنا زمان كنا بنقول مين اللي بيقسم، الراجل الجزار اول واحد ده قال مين اللي بيقسم الليفر لرايت وليفت لوب؟ الفالسي فورم ليجمنت. والفالسي فورم ليجمنت ده كان ماسك من تحت في مين؟ مين اللي كان ماسك فيه من تحت؟ فالس فورم ليجامنت كان مين ماسك مين تحت؟ ليجامنت تمتيرز. طب تعال نشوف الليجامنت تمتيرز هنا فين؟ الليجامنت تمتيرز اهو، الليجامنت تمتيرز اهو، ده الليجامنت تمتيرز. يبقى طلع يا شباب، طلع يا شباب الفالس فورم ليجامنت، الفالس فورم ليجامنت اللي هو هنا، اللي هو مكانه هنا، هو اللي بيقسم الليفر لرايت وليفت ولا الميدل هيباتيك فين؟ مين اللي بيقسم الليفر لرايت وليفت؟ الفالس فورم ليجمنت، صح ولا غلط؟ ميدل هيباتيك فين. طيب ركز معايا بقى تاني، معلش انا كل دي معلومات عمالين ناخدها في الاناتومي. امال مين اللي بيقسم، امال الميدل هيباتيك فين، الميدل الفالس فورم، سوري الفالس فورم ليجمنت اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هو هنا، اللي ماسك في الليجمنت انتيريز اللي هو هنا، بيقسم مين؟ الليفر ولا بيقسم الليفت لوب؟ ولا بيقسم الليفت لوب؟ بيقسم الليفت لوب. حلو جدا، تمام ممتاز. طيب يبقى اللي بيقسم الليفر لرايت وليفت لوب اسمه الميدل هيباتيك فين. لقوا مع الميدل هيباتيك فين ده، لقوا الميدل هيباتيك فين ده بيوصل بين حاجتين، بص كده ركز معايا، بيوصل بين حاجتين. هو مين اللي ورا ده يا شباب؟ مين اللي ورا ده؟ مين ده؟ مين ده؟ مين الازرق ده؟ ده الاي في سي، ودي الجول بلادر، ودي الجول بلادر. لقوا الميدل هيباتيك فين ده بيوصل ما بين الاي في سي والجول بلادر. يبقى انا لو عايز اجيب خط، لو عايز اجيب خط يقسم لي الليفر لرايت وليفت لوب، اجيب خط مرسوم ما بين الاي في سي والجول بلادر. هل الكلام ده نعرف نجيبه بالسونار؟ هوريه لك دلوقتي. انا لو جبت لك الاي في سي وجبت لك الجول بلادر وجبت لك خط بيوصل بين الاثنين، يبقى ده قسم لي الليفر لليفت لوب ورايت لوب. المفروض الخط ده يبقى ماشي في مين؟ المفروض الخط ده يبقى ماشي في مين يا شباب؟ ماشي في مين؟ الميدل هيباتيك فين. مالكش دعوه، انا هركب لك الموضوع على بعضه في الاخر. انا عارف الموضوع عمال يوسع منك دلوقتي، انا عارف الموضوع ممكن يوصل منك في دلوقتي وسع، بس مالكش دعوه، سيبني انا هلم لك الموضوع في الاخر. انا عايزك افهم اللي انا بقول لك عليه، ركز في اللي انا بقول لك عليه فقط، ما تكبرش الموضوع على نفسك، مالكش دعوه، انا هلم لك في الاخر. طيب لقوا الميدل هيباتيك فين ده بيمشي معاه واحد تاني بالام برضو اسمه المين لوبر فيشر. الميدل هيباتيك فين اللي بالام بيمشي معاه حاجه اسمها مين لوبر فيشر، بيوصل ما بين مين ومين؟ هقول لك دلوقتي. انت قلت لي هنا مين اللي بيقسم الليفر بالعرض، مين اللي بيقسم الليفر بالعرض؟
البورتال فين صح، وهنا عندي الميدل هيباتيك فين اللي واصل، سوري اسمه لك بخط تاني، وعندي هنا الميدل هيباتيك فين اللي واصل ما بين الجول بلادر والاي في سي. المين لوبر فيشر ده في المسافه اللي ما بين البورت الجول بلادر وما بين البورتال فين، في المسافه دي. نقول تاني، ركز معايا تاني كده بالراحه بالراحه خالص. ادي الاي في سي، ادي الاي في سي، وادي الجول بلادر. تمام، ثانيه واحده، ادي الاي في سي والجول بلادر، وبينهم كده الميدل هيباتيك فين، ومعدي بالعرض كده البورتال فين. المسافه، المسافه اللي ما بين الجول بلادر والبورتال فين، المسافه اللي ما بين الجول بلادر والبورتال فين هي المين لوبر فيشر. الكلام ده بنعرف نجيبه بالسونار ولا الكلام ده وهمي؟ الكلام ده نعرف نجيبه بالسونار ولا الكلام ده وهمي؟ دكتور نوري بعد اذنك الله يكرمك لاخر مره، خلي بالك من موضوع الكاميرا. تعلمت يعني الله استاذنك تعلمت تقفلها ازاي عشان بتتقل المحاضره اخر مره بعد اذنك. المين لوبر فيشر ما بين البورتال فين والجول بلادر. معلش انا عايز اسال بس حضراتكم سؤال عشان بس ايه ما بقاش انا بكلمكم في حته. حد كان بيدور على الكلام ده في السونار وهو شغال؟ حد كان بيدور على الكلام ده في السونار وهو شغال؟ حد كان مركز في الاناتومي بالطريقه دي وهو شغال؟ محدش خالص. ده اناتومي يا جدعان، ده اناتومي. طيب ماشي، واضح ان احنا هنتعب مع بعض جدا في الباثولوجي، واضح ان احنا هنتعب مع بعض في الباثولوجي، هنتخارق مع بعض في الباثولوجي. ماشي طيب، بص كده السؤال، لو قلت لحضرتك، لو قلت لحضرتك، لو قلت لحضرتك ده مين، ده مين، تقول لي ده مين؟ الابيض ده مين؟ ها نسأل بقى سؤال، الابيض ده مين؟ ها مع بعض يلا، الابيض ده مين؟ الفالس فورم ليجمنت. هكتب لحضرتك وقول لي انا صح ولا غلط. الفالس فورم ليجمنت يقسم الليفر ليفت ورايت لوب، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط. يبقى عشان حضرتك تحفظها، عشان حضرتك تحفظها احفظ معايا كده، الفالسي فورم ليجامنت، الفالسي فورم ليجامنت was falsely بيقسم الليفر لرايت وليفت لوب، ماشي كده؟ يبقى الفالس فورم ليجامنت falsely بيقسم عن طريق الخطأ بيقسم. طيب لو انا رسمت لك الاي في سي هنا، ده الاي في سي، ارسم خط ما بين الاي في سي والجول بلادر، ده بيقسم الليفر لليفت ورايت لوب، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ايه رايك؟ صح، ممتاز ممتاز، ممتازين. طيب ممتاز، يبقى انا حطيت الاي في سي هنا، حطيت الاي في سي هنا ورسمت خط كده ما بين الاي في سي والجول بلادر. طيب لو لاحظت من ملاحظتك كده في الصوره دي، الهيباتيك فين، الهيباتيك فينز بتلتقي بالاي في سي فوق الليفر ولا تحت الليفر؟ الهيباتيك فين بتلتقي بالاي في سي فوق الليفر ولا تحت الليفر؟ فوق الليفر، بيتقابلوا فوق. ممتاز ممتاز، انا كل ده هنرسمه دلوقتي مع بعض. الكلام ده كله بيطلع بالسونار، كله بيطلع بالسونار. يبقى انا لو رسمت هيباتيك فينز كده هرسمها بالاسود، بتلتقي بالاي في سي، تلتقي بالاي في سي فوق الليفر مش تحتيه. حلو. طيب لو رسمت حاجه بالعرض هرسمها باللون الاصفر كده، حاجه بالعرض بتشق الليفر بالعرض، تبقى مين؟ مين اللي بيشق الليفر بالعرض؟ البورتال فين. ممتاز. طيب لو رسمت خط ابيض كده ما بين البورتال فين والجول بلادر، يبقى ده مين؟ ده مين؟ المين لوبر فيشر، المين لوبر فيشر.
طيب ركز معايا كده، هكمل معاك دول. طيب بص كده، ده الميدل هيباتيك فين، ده الرايت، ده الليفت. طيب لو قلت لك ان الكوديت لوب دي ورا لوحدها، الكوديت لوب ورا لوحدها، دي مين اول واحده فوق ناحيه الشمال، اول واحده فوق ناحيه الشمال دي سيجمنت كام؟ سيجمنت 2 صح كده، سيجمنت 2 ممتاز. وبعدين 3، امشي مع عقارب الساعه بقى، 3 4 5 6 7 8، بعدين اكتب هنا كام، بعدين اكتب هنا كام، بعد 8 اكتب كام؟ 4 اي 4 اي. طيب ملحوظة كمان ناخدها في بالنا، ملحوظة كمان ناخدها في بالنا، بصوا يا شباب ملحوظة كمان، الميدل هيباتيك فين، سوري الليفت هيباتيك فين والليجامنتم تيريز والفالس فورم ليجامنت والامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال كلهم في حته واحده ولا لا؟ ايه رايك؟ كلهم في خط واحد ولا لا؟ كلهم في خط واحد ولا لا؟ جميل. يبقى انا عندي خط، افتكر كده، عندي خط من فوق كان الهيباتيك فين، الليفت هيباتيك فين رايح يخش في الاي في سي، في الوسط بتاعه الحاجه الوحيده من البورتال اللي انترا مش انتر، اللي هي مين؟ اللي هي مين؟ الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، ماشي. وبعدين من براهم ومن تحت الليجامنتم تيرز. فاكر الليجامنتم تيرز ده، فاكر الليجامنتم تيرز كنت بقول لك بيروح لغايه فين، كان بيروح لغايه فين؟ فاكر كنت بقول لك بيروح لغايه فين؟ كان بيروح بقى لغايه فين؟ لغايه الامبليكس، لغايه الامبليكس صح، لغايه الامبليكس. عشان كده هو كان بيروح وبعدين كان بيخش في الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال. عرفت ليه بقى مكانه هنا؟ عرفت ليه مكانه هنا؟ فهمت ترابط الاحداث كده مع بعض؟ كان بيخش زمان والبيبي جنين كان بيخش في الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال. بدات المجموعه المعلومات تتجمع معاك، بدات المعلومات تتجمع معاك، تمام. طيب بص يا سيدي، تاني يا ميادة، بص يا ميادة، كان عندي هنا ده اسمه الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، وهنا عندي ده اسمه فالسي فورم ليجامنت، وعندي ليجامنتم تيرز اللي هو ده، ليجامنتم تيرز اللي هو ده، ده ليجامنتم تيرز، ده ليجامنتم تيرز، ليجامنتم تيرز كان بيمشي يخش عند الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال اللي فوقيهم، في فوقيهم هنا الفالسي فورم ليجامنت اللي هو ده، في فوقيهم خالص الميدل هيباتيك فين. فزمان وبيبي جنين، البيبي هو جنين، فيتس كان بيجي من عند الامبليكس يخش الامبلايكال فين، يفضل يمشي لغايه ما يخش في ده. عشان كده سمينا ده الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال اللي هو مكانه هنا، امبلايكال برانش. ليه امبلايكال؟ لان هو ماسك في ليجامنتم تيرز، امبلايكال برانش اوف ليفت بورتال. وضحت كده يا شباب، ده كده كان ماشي، ده كان زمان امبلايكال فين مفتوح، ده كان زمان امبلايكال فين مفتوح. وضحت كده يا شباب، وضحت معاكم؟ تمام. الليجامنتم تيرز ده ماسك فوقيه شراع اهو. مين الشراع اللي ماسك فوقيه ده؟ الفالسي فورم ليجامنت. فهمت يا يارا؟ بصوا يا شباب، بصوا الفالسي فورم ليجامنت ده ما كانش حاجه خالص، ده شراع كده موجود قدام الليفر، مالكش دعوه بيه، ماسك فيه من تحت حاجه اسمها ليجامنتم تيرز. مفهومه كده يا شباب؟ مفهومه. يبقى لو قلت لك الفالسي فورم ليجمنت، امال مين اللي ماسك هنا في الليجامنتم تيرز؟ الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال.
ومين اللي فوقيهم كده ملوش دعوه بالقصه، ده الليفت هيباتيك في. عندي اربع حاجات موجودين في الحته دي، الامبلايكال برانش، الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال انترا هيباتيك ولا انتر هيباتيك؟ ايه رايك؟ امبلايكال برانش اوف ليفت بورتال انترا هيباتيك ولا انتر هيباتيك؟ انتر، ممتاز. كل البورتال فين، كل البورتال فين انترا، كل البورتال بالاي انترا ما عدا الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال انتر. بص كده، احنا كل ده على فكره ما اشتغلناش سونار، احنا كل ده ما اشتغلناش سونار، احنا كل ده بنشوف مع بعض الاناتومي شكله عامل ازاي من بره، ونبقى فاهمين كل التفاصيل عشان لما نيجي نشتغل نشتغل باحترافيه مختلفه عن شغلك اللي كنت بتعمله قبل كده. مش عايز اقول لك ان ده الليفر ودي وده شكله هو سيروزس وده شكله هو نورمال، تمام، وده شكله هو نورمال، لا، انا عايزك حضرتك لما تيجي تحدد للدكتور السيجمنت تبقى عارف تحددها كويس قوي. تاني، ده الاي في سي ودي الجول بلادر، المفروض ماشي هنا حاجتين، حد فاكر ايه هما؟ ماشي هنا حاجتين، حد فاكر ايه هما؟ ميدل هيباتيك فين و ميدل هيباتيك فين و والمين لوبر فيشر. الميدل هيباتيك فين الازرق من فوق كده اللي هو داخل في الاي في سي، وبعد ما نعدي البورتال فين اللي هو ماشي بيقسم بالعرض كده، بعد ما نعدي البورتال فين عندي المين لوبر فيشر اللي هو هنا. طيب حلو، الخط ده اللي بيقسم لي الليفر لرايت وليفت لوب صح ولا غلط؟ الخط ده اللي بيقسم لي الليفر لرايت وليفت لوب صح ولا غلط؟ صح، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب معلومة كمان، معلومة كمان، الخط ده الجراحين، الجراحين وهم بيفتحوا بيشوفوا بعينيهم بيشوفوا الفالسي فورم ليجمنت بسهولة، بيشوفوا الفالسي فورم ليجمنت بسهولة، انما ما بيشوفوش الخط ده، ما بيشوفوش الخط ده، فبيعملوا خط وهمي اسمه كانتلز لاين، بيعملوا خط وهمي اسمه كانتلز لاين، تمام. طيب سؤال تاني، الفالسي فورم ليجمنت ماسك فيه حاجه من تحته واصله للامبليكس، ايه هي؟ ليجمنت امتيرز، ليجمنت امتيرز. طيب في نفس المستوى، في نفس المستوى في حاجه ماسكه في الليجامنت امتيريز، حد عارف ايه هي؟ في حاجه، حد عارف ايه هي؟ امبلايكال برانش اوف ليفت بورتال. طيب وعندي من فوق هنا لو رسمت لك برضو حاجه هنا برانش تاني هنا في نفس الليفل يبقى مين؟ برانش تاني في نفس الليفل يبقى مين؟ الليفت هيباتيك فين، وهنا الميدل هيباتيك فين، وهنا الرايت هيباتيك فين، ده الميدل وده الليفت، وده اللي جامين الامبلايكال برانش اوف ليفت بورتال، ده الفالسي فورم، ده اللي جامين تم تيرس. ولو رسمت حاجه بالعرض كده، لو رسمت حاجه بالعرض كده يبقى ده البورتال فين. وضح الكلام يا شباب ولا في حد لسه متلخبط؟ ولو حاجه هنا تبقى المين لوبر فيشر، المين لوبر فيشر. حد متلخبط ولا الصوره كده واضحه؟ الصوره كده واضحه، تمام. تاني تاني اهو، ادي الهيباتيك فين، ادي الرايت وادي الميدل وادي الليفت، وادي شايف الفالسي فورم ليجمنت اهو في نفس مستوى الليفت وماسك فيه من تحت ليجمنت امتيريز، وادي البورتال فيري اللي قاسم الدنيا بالعرض، ودي الجول بلادر، وده الميدل هيباتيك فين. لو رسمت برانش ما بين الاثنين يبقى ماشي في مين؟ المين لوبر فيشر، من اول الجول بلادر لغايه البورتال فين. سؤال بقى، الكلام اللي احنا عاملين نهري فيه ده كله بيطلع اصلا بالسونار ولا ده كلام اناتومي؟ بيطلع بالسونار ولا ده كلام اناتومي؟ يطلع صح؟
يطلع، يطلع بالسنور، ممتاز. يطلع، تعال نشوف، تعال نشوف بقى نطلعه ازاي بالسنور. بص، دي الجول بلادر، طب استنى ثانية واحدة معلش، دي الجول بلادر وده الاي في سي اهو، وده الاي في سي. لو رسمت خط ما بين الجول بلادر والاي في سي، اقسم لي الليفر لليفت لوب ورايت لوب. المعلومة دي رأيك صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ المعلومة دي صحيحة ولا غلط؟ الصوت راح. سامعيني كده طيب؟ سامعيني كده؟ سامعيني كده شباب؟ شباب؟ شباب سامعيني كده طيب؟ سامعيني كده؟ تمام تمام كده سمعتوني؟ تمام. طيب سامعيني كده دلوقتي؟ سيبك من الشاشة، سامعيني كده دلوقتي؟ الاتنين ضاعوا؟ كده سمعتوني تمام؟ طيب ممتاز. طيب بسم الله. طيب يبقى احنا زي ما قلت لك، يبقى احنا كده لو رسمنا خط ما بين الجول بلادر والاي في سي، هنقسم الليفر لرايت وليفت. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده مش كلامي، الصوره دي انا جايبها لك من على النت زي ما هي، زي ما هي، هم اللي كاتبين ليفت لوب وهم اللي كاتبين رايت لوب. سؤال، لو رسمت لك خط ابيض هنا ما بين البورتال فين وما بين الجول بلادر، يبقى الخط الابيض ده مين؟ يبقى الخط الابيض ده مين؟ ده المين لوبر فيشر، ده المين لوبر فيشر. بيفرق معانا في حاجه المين لوبر فيشر ده؟ بيفرق معانا في حاجه؟ بيفرق معانا في حاجه؟ هقول لك بيفرق معانا في ايه كمان 5 دقايق. بص كده تاني، كل الصور دي خلي بالك انا جايبها لك من على النت، كل الصور دي انا جايبها لك من على النت، مش انا اللي عاملها. ادي الجول بلادر، ادي الاي في سي، رسم خط وهمي بينهم، سمى الخط الوهمي ده الميدل، اللي بيمشي في الميدل هيباتيك فين، او ده اللي بيقسم الليفر لليفت لوب ورايت لوب، هو اللي عامل كده. الكلام ده كله موجود من على النت، الصور دي حضرتك عملت لها سيرش هتلاقيها موجوده على النت زي ما هي كده، انا ما عدلتش فيها حاجه. والخط الابيض ده اللي ما بين الجول بلادر والبورتال فين اسمه المين لوبر فيشر. تاني بص كده، ما بين الجول بلادر والبورتال فين خط ابيض، بين البورتال فين والجول بلادر خط ابيض اسمه المين لوبر فيشر. ايه اهميه بقى المين لوبر فيشر ده وانا عمال اتقل عليه ليه واتكلم عليه كتير ليه؟ ليه 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 انا بعيد عليه كتير المين لوبر فيشر ده؟ ليه بعيد عليه كتير؟ لسبب مهم جدا، لسبب مهم جدا. ساعات يجي لك العيان عامل عمليه يقول لك انا شايل يا دكتور الجول بلادر، وحضرتك تلاقي شويه كوليكشن متجمعين كده هنا، تلاقي شويه كوليكشن متجمعين كده هنا، فحضرتك تقول له ايه ده الكوليكشن دي، ده انت واضح ان الجول بلادر لسه موجوده. الكلام ده صح ولا غلط؟ السلام، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط، لان دي بعيده خالص عن الجول بلادر، صح؟ بعيده خالص عن الجول بلادر. ليه؟ لان انا ممكن الجول بلادر لازم حتما ولا بد تبقى واصله بالمين لوبر فيشر، يبقى المين لوبر فيشر ده بيحدد لي مكان الجول بلادر بالشكل الصحيح. ركز بقى معايا، سيب كل اللي في ايدك، ركز معايا لمده 10 دقائق وهناخد بريك. ركز معايا لمده 10 دقائق وهناخد بريك، بس استاذنك سيب كل اللي في ايدك حالا، سيب كل اللي في ايدك حالا وركز معايا في اللي هقول لك عليه ده. هات ايدك اليمنى، ايدك اليمنى، الرايت هاند، الرايت هاند،
وحطها قدام الابيجاستريم زي ما انا عامل كده، حطها قدام زي الابيجاستريم زي ما انا عامل كده بالظبط. يلا دلوقتي خليك معايا، اسمع الكلام اللي بقولك عليه، اسمع الكلام هحفظك والله. عملت اوكي خلاص، عملتوها بجد؟ حد عملها بجد؟ حد عملها بجد؟ والله العظيم هتفرق معاك، انا عارف انا بقول لك ايه، والله والله هتحفظك. اسمع كلام، هنقوم براحتك، انت اضرب مصلحتك، انا بس انا قلت لك نصيحتي لوجه الله. بص يا سيدي، هنعتبر ان الايد دي الليفر، الايد دي الليفر، الصباع الكبير ده انت بتسميه الصباع رقم كام؟ بتسميه الصباع رقم كام؟ واحد صح؟ واحد. يبقى ده هنعتبره مين؟ ده هنعتبره مين؟ الكوديت لوب. يبقى انت هتفتكر دايما ان الكوديت لوب رقم واحد موجوده ورا ايدك عامله زي الديل. تمام كده؟ تمام كده؟ ادي اول معلومه. اول معلومه خدناها ان الكوديت لوب ده الصباع رقم واحد كده. بص كده، عد المسافات اللي ما بين الصوابع، ادي مسافه 2 3. مين اللي بيقسم الليفر بالطول؟ مين اللي بيقسم بالليفر بالطول؟ الهيباتيك فينز، صح كده؟ الهيباتيك فينز. يبقى ده الرايت هيباتيك فين، اللي ناحيه ايدك اليمين انت او ناحيه جنبك اليمين، ده الرايت هيباتيك فين، ده الميدل هيباتيك فين، ده الليفت هيباتيك فين. طيب لو عايز اخليهم يلتقوا بالاي في سي، يلتقوا بالاي في سي فوق ولا تحت؟ يلتقوا بالاي في سي فوق ولا تحت؟ فوق. يبقى لو رسمت كده هجمعهم كده مع بعض، خليهم يلتقوا بالاي في سي فوق الهاند، اي في سي. طيب لو عايز ارسم الجول بلادر، ارسمها فوق ولا تحت؟ جول بلادر ارسمها فوق ولا تحت؟ تحت صح كده؟ الجول بلادر. طيب حلو، لو رسمت واحد بيقطع ايدي بالعرض كده، بيقطع ايدي بالعرض كده، يبقى ده مين؟ ده مين اللي بيقطع ايدي بالعرض؟ البورتال فين، البورتال فين. طيب عندي ليك كام سؤال. الرايت هيباتيك فين بيمشي مع حد ولا ما قلناش بيمشي مع حد؟ قلنا على حد بيمشي مع الرايت هيباتيك فين؟ ما قلناش حد صح كده؟ مفيش حد بيمشي مع الرايت هيباتيك فين. الميدل هيباتيك فين في حد بيمشي معاه؟ في حد بيمشي مع الميدل هيباتيك فين؟ ممتاز. المين لوبر فيشر، المين لوبر فيشر اللي واصل ما بين الجول بلادر، اللي واصل ما بين الجول بلادر والبورتال فين، صح كده؟ طيب الليفت هيباتيك فين بيمشي معاه حد ولا اتنين ولا تلاته؟ بيمشي معاه تلاته صح كده؟ بيمشي معاه تلاتة من تحت خالص، من تحت خالص، اللي جامنتم تيرز، اللي جامنتم تيرز، اللي فوقيه بشوية امبلايكال برانش في ليفت بورتل، اللي فوقيهم من قدام الفالسي فورم ليجمنت. وضحت كده يا شباب؟ وضحت كده؟ وضحت كده؟ وضحت؟ سهلة؟ سهلة؟ طيب ركز معايا تاني، ركز معايا تاني. طيب تاني قلنا ده سيجمنت 1، ده الكوديت، ودول الهيباتيك فين، وده اللي بيعدي بالعرض، ده البورتال فين. طيب الصباع ده، الصباع ده اللي جنب رقم واحد بتسميه رقم كام؟ اللي رقم واحد جنبيه رقم اتنين. تعال نمشي مع عقارب الساعة، يبقى 2 3 4 5 6 7 8 4 A و B. وضحت؟ يبقى صباعك رقم واحد هو الكوديت لوب، صباعك رقم 2 و 3 اللي هم الصباعين دول الليفت لوب، والصباعين الأخرانيين دول الرايت لوب، دول الرايت لوب. يبقى الصباعين رقم 2 و3 وهنعود تحط معاهم رقم 4 سيجمنت، دول اللي بيمشي فيهم الرايت الليفت لوب. 5 و6 و7 و8 دول الرايت لوب.
دول الليفت لوب ودول الرايت لوب. تمام؟ اقعد بقى احفظ على صوابعك كده لغايه ما السيجمنت تبقى سهله معاك. اوعى ابدا اجي ناحيه الليفت، يعني لو اعتبرنا الليفر مرسوم كده، لو اعتبرنا الليفر مرسوم كده، اجي لك ناحيه الليفت واقول لك انا بشوف سيجمنت ايه، تقول لي سيجمنت خمسه، لان احنا اتفقنا ان خمسه وسته وسبعه وثمانيه دول رايت لوب. انا طالما ناحيه الليفت لازم يبقى اثنين ثلاثه اربعه، واحده من الثلاثه دول. ماشي كده؟ لازم تبقى واحده من الثلاثه دول. طيب حلو. تاني يبقى واحد هو صباعك كبير، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. طيب بص بقى ركز معايا هنا، ماشي الليفت هيباتيك فين والمين، تعلمش واحده واحده، ومنطقه كلهم فوق في الاي في سي المعدي من العرض البورتال فين. بص كده ركز معايا، لو رسمت لك البورتال فين وطلعت البرانشات بتاعته، تبقى انترا هيباتيك ولا انتر هيباتيك؟ البورتال فين برانشاته تبقى انترا ولا انتر؟ انترا هيباتيك. انترا هيباتيك ما عدا مين؟ ما عدا مين يا شباب؟ الامبريكال برانش اوف ليفت بورتال هو الوحيد اللي بيمشي انتر هيباتيك. عرفت ايه الفرق؟ عرفت في الصوره دي ايه الفرق بين ان هو يمشي انترا هيباتيك ويمشي انتر هيباتيك؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ وضحت ولا ما وضحتش؟ الفرق ان هو ماشي جوه ما بين بيتقسم ما بين الصباع، بيتقسم ما بين الصوابع. وضحت؟ ماشي، اتمنى تكون وضحت. ممتاز. ادي الاي في سي وادي الجول بلادر، ادي الاي في سي والجول بلادر. بص عشان تحفظهم بقى، عشان تحفظ السيجمنت وما تلخبطش، انا اول حاجه حفظتهم لك على صوابعك، حفظتهم لك على صوابعك، وعايزك تلعب اللعبه دي كتير، عايزك تلعب اللعبه دي كتير. ايدك اليمين قدام اللي بيجسم، وعد كده، واقعد عد كده كتير لغايه ما تحفظ. قول واحد ده الكوديت ورا، اتنين وتلاتة واربعة دول الليفت، خمسة وستة وسبعة وتمانية دول الرايت، وبعدين اربعة. وانا مشيت مع عقارب الساعة، عد على ايدك انت، وعد على ايدك انت، ما تعدش على ايد حد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اسألك سؤال وتجاوبني دلوقتي، اسألك سؤال انت اعمل ايدك كده وجاوبني دلوقتي، اسألك سؤال وتجاوبني دلوقتي. لو اعتبرنا ان دول السيجمنتس اللي فوق ودول اللي تحت، سيجمنت خمسة فوق ولا تحت؟ بص على صوابعك وعد، عد كده مع نفسك، واحد ها اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ها فوق ولا تحت؟ تحت. رايت ولا ليفت لوب؟ رايت ولا ليفت لوب؟ ركز بص كده على ايدك وقول لي رايت ولا ليفت لوب. ماشي ممتاز. سيجمنت 8 فوق ولا تحت؟ سيجمنت 8 فوق ولا تحت؟ فوق. ممتاز. رايت ولا ليفت لوب؟ رايت ولا ليفت لوب؟ تعالى بقى احفظك بطريقه سهله شويه برضو. اللي رقم سبعه، رقم سبعه فوق ولا تحت؟ عد عد كده رقم سبعه، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، سبعه فوق ولا تحت؟ فوق. افتكر دايما سيفن اب، سيفن ايه؟ افتكر دايما سيفن ايه؟ سيفن اب. عارفين المشروب اللي اسمه سيفن اب؟ حد عارفه؟ حد عارف المشروب اللي اسمه 7 اب؟ ممتاز. طيب سبعه فوق تحتيها، هنعد الاصابع اللي تحت بالترتيب، 3 4 5 6، 3 4 5 6، 3 4 5 6. يبقى اللي تحت سهلين، يبقى اي سيجمنت تحت سهله، 3 4 5 6 السيجمنت اللي تحت سهلة، 3 4 5 6. طب واللي فوق؟ 2 في 4 ب 8، 2 في 4 ايكوال 8 و7 اب.
2 في 4 ايكوال 8 و7 اب. وضحت؟ وضحت يا شباب؟ ممتاز، يا رب تكون ايه وضحت معاكم على قد ما اقدر. طيب الساعه دلوقتي 12 8 ونص و5، معانا ربع ساعه راحه، هنرجع الساعه 9 الا 10، هنرجع الساعه 9 الا 10 على نفس اللينك، على نفس اللينك، معانا ربع ساعه راحه، اللي عايز يطلع يطلع، وهنرجع على نفس اللينك 9 الا 10 ان شاء الله.